ولسه كل ده الماكس بيفتح ده مع ده مع ده مع ده. عامة بس قبل ما يفتح يعني، احنا في عندنا كذا حاجة لازم احنا نعملها، انا كده كده بسجلها يعني. أول حاجة أنت عندك لما هتيجي تعمل عندك فايل سيف، وده طبيعي، في حد معايا يا جماعة سامعني؟ أيوة باشمهندس. طب الباقي فين؟ تمام أيوة موجودين. فأنت تأمن نفسك إزاي؟ أول حاجة أنت بتروح تعمل سيف، وده طبيعي، بس الكلام ده إيه افتكرت؟ بعمل سيف منين؟ امشي امشي معايا حتى بالخطوة. قبل ما الماكس يفتح عندي وكانت فايل سيف عادي يعني، مش قصه ما احنا بنعملها حتى في الكاد. طب تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه لما باجي مثلا، وانت برضك لو افتكرت فانت عندك فايل سيف اس، حد يجيبها كده او حتى حد يعمل شير قبل ما يفتح عندي، او في من حاجه ثانيه اعمل شير، بس اعمل شير الاول. ماشي اوكي. مش الشير يا جماعه انتوا بتشوفوه برضك؟ انا عملت شير. مش الشير يا جماعه لما حد بيعمل شير انتوا بتشوفوه؟ طيب اوكي. فانت اول حاجه منطقيه اطلع كده معايا بدر، اطلع من قائمه فايل سيف، ودي خلاص احنا لو افتكرنا اطلع كده فايل. انت عملت سيف للفايل بتاعك ده؟ لا مش عايزه. طب اعمل له سيف. فايل سيف؟ لا ايوه احفظ احفظ. انت عايزني اعمل له سيف؟ اوكي. سيف ولا سيف از؟ لا سيف، ما ده اول مره، ودي له اسم احمد. اوكي. حلو، وسيبه على الديسك توب. اوكي خلاص، ده احمد لو افتكر سيف. تمام. طيب لو افتكرت برضك يا احمد اطلع من قائمه فايل سيف از، وهتلاقي في عندك بلس موجوده جنب كلمه سيف، صح؟ حد شايفها؟ حد يا جماعه شايفها دي؟ اضغط عليها. لا حد يا جماعه شايفها؟ وانا فصلت ولا الناس فصلت ولا رحت فين؟ لا وصلت حضرتك قطع ولسه راجع. حد يا جماعه سامعني؟ طيب انا سامعك. ايوه طيب حد شايف البلاس اللي موجوده دي؟ طيب دي معناها ايه؟ دوس كده عليها يا احمد. احمد من فوق او اسم احمد بقى احمد 01. شايف اسم الدوكيمنت فين يا احمد عندك؟ هي احمد 01. احمد 01 يعني معنى كده ان البلاس دي بتحفظ لي اكتر من فيرجن عندي، زي الريفت. زي الريفت جدع. طب ماشي، ده الكلام ده في حدود ان انتوا افتكرتوا. طب انا ما بفتكرش هعمل ايه بقى؟ هتيجي بقى لازم نعم اللي هي اوتو باك او اوتو سيف. طب دي انا بجيبها منين؟ بصوا بقى معايا دي احسن. كاستمايز. استنى هاخد معاكم شيء، هاخد من الشير. انت شايفيني صح؟ طيب في عندك من كاستمايز من فوق، في الاخر خالص هتلاقي ايه؟ ريفرنس. اول حاجه مهمه هنا في الجزئيه دي اللي هي عدد مرات الاندو. عدد مرات الاندو عندك كام؟ 20. نخليها رد عليا يا جماعه 20. طب الباقي مش سامعني ولا ايه؟ سامعين حضرتك. اوكي سامعين. فانا باجي هنا ازودها لحد اخرها 500، يبقى دي اول حاجه مهمه اللي هي عدد مرات الاندو. طب تاني حاجه في عندك هنا كلمه فايل، في الاخر خالص عندك حاجه اسمها اوتو باك اب، هتشايفها؟ الطبيعي ان هو بيحفظ كل قد ايه؟ ممكن نخليها كل سنه. احنا بنخليها كل 5 دقائق. كويس، مناسب يعني معايا. طيب الطبيعي زي الاوتوكاد ان هو بيحفظ لك ملف. هنا حاطط لي كام ملف ممكن يحفظهم؟ مكتوب كام؟ 3. يعني معنى كده ان هو كل 5 دقائق بيحفظ لك نسخه. يبقى انت كده في النهايه عندك 3 ملفات لحد اخر 15 دقيقه تشتغل فيه. حد معايا ولا فين؟ بس خدي بالك عشان الماكس بقى هما ما خلوهمش 3. بص اخرهم ممكن تحطي كام ملف؟ 99. يعني 99 يعني كل سيف هو هيعمله هيبقى فايل لوحده، ماكس لوحده؟ لوحده. يعني انت لو قايله له هنا دقيقه وحط له 99 ملف هيطلع عندك 99 ملف لاخر 99 دقيقه تشتغل فيه. وصلت؟ يعني هو كل دقيقة بيسيف فايل ويرمي اخر واحد. جدع، ما بيرميش اخر واحد، بيرمي اللي هو بعد 99، حدود 99 واحد. ايوه طيب بيرمي القديم. جدع، بس الكلام ده بقى انا الاقيه فين؟ هتلاقيه عندك هنا جوه دوكيمنت. مش عارف انتوا شايفيني ولا لا؟ ولا شايفين شاشة الماكس بس؟ لا ماكس بس. شاشة الماكس بس. بس.
هو الكلام ده انا بعمله كل مره بفتح ولا هو سيف على طول؟ مره واحده فقط. تمام. انتوا كده شايفين شاشتي صح؟ ها؟ دوكيومنتس اهي، هتلاقي في عندك اللي هي 3 دي ماكس اهو. هتلاقي ثانيه فولدر اسمه ايه؟ اوتو باك اهي. هتشايفها؟ طب كليك. في عندك ثلاث ملفات اهي، هتشايفهم؟ اه. طب انا افتحهم ازاي؟ لو انا جيت خدت الملف ده كده ورحت واخده هنا على الماكس اهو. اوبن. جاب لك مين؟ حد فاكر البوكس؟ طب تاني اشوف اللي هو ده. طب انا عايز اعرف تفاصيلهم بالوقت، هاتي ديتيلز من هنا. اني واحد اخر واحد؟ ده 6 وربع وده 6 ونص وده 6 22 دقيقه. تعال ناخد ده بتاع 6 ونص اللي هو ده. اوبن. هيطلع ايه؟ الامتحان. حد معايا ولا فين؟ هو الشاشه مش جايبه اللي اخد. الشاشه ايه؟ كانت معلقه بس خلاص بقت دلوقتي. اوكي. في عندك حاجه كمان اللي هي اسمها ريكفر. لو النور قطع، الجهاز قفل، بيجيب لك اخر حاجه ريكفرد عندك هي بالتاريخ والوقت. انتوا معايا ولا؟ فانت كده عندك ثلاث حاجات بتامني النفس بيهم ملفات الماكس. اثنين انت لو فاكره، واثنين انت لو مش فاكره، وواحده لو مش فاكره. وصلت؟ وصلوا؟ طيب دي بتعمليها مره واحده فقط. احنا اتفقنا الامتحان ده هياخد قد ايه؟ ولا تاخدوا بريك الاول؟ هاخد لا بريك الاول. طيب عامة ممكن ناخد بريك. طيب ربع زي كل مره؟ ربع يا جماعه زي كل مره؟ باشمهندس صوتك قطع. ربع ساعة زي كل مرة يا جماعة؟ ماشي اه، يعني على 7 وربع. يعني على 7 ولا 7 وربع؟ لأن الساعة 7 إلا تلت. كل مرة بنرجع 7 وربع. لا 7 وربع؟ لا نص ساعة كتير قوي. يا بس كنا بناخد الساعة 7. طب تحبوا نستنى ال 7 7 وإيه؟ يعني تحب إن أنا نستنى لحد الساعة 7 وتاخدوها لحد 7 وربع؟ لا لا دلوقتي. خلاص يبقى كده نتقابل 7 إن شاء الله. تمام شكرا. فكروا برضك في البتاعه دي. ماشي هبعتها لكم. طيب
بص انا بالنسبه لي اصل الفكره هبتديها هنا بكون ماشي. ما انت قلت لي كده، قلنا لك كده من شويه ماشي. طب الكون ده ثم اهم حاجه ازود له سيجمنت عشان لما اجي اتني يتني معايا. حد فاكر رجاله؟ حد فاكر؟ ايوه بنت اهو. طب بس ده كان تحته فوق، طب ما تعمله ميرور. هي مجرد بردك فكره وانت بتجرب كوبي. طب ما تمسك الاثنين ممكن نعمل لها اري واروح اعمل لها اري، واسهل من اري كمان اروح اعمل ميرور الاثنين دول اهو. الله. وامسك الاثنين دولك كده، مش احنا خدنا الانجل سناب روتيت مثلا عايز 18 واحده، عايز 20 واحده، زاويه 18 شيفت واسحب كده واقول له والله انا عايز ان اهو 19 ونص غير الاصل. حد معايا ولا فين؟ انتوا بتروحوا مني فين طيب؟ وسط القصه. الموضوع بيضحك قوي. ليه؟ ايه اللي بيضحك فيه؟ ايه يا جماعه اللي بيضحك فيه؟ انها مسهل في حته ثانيه خالص. لا بص انا عايز اقول لك حاجه، انت دايما انت احنا لسه تقريبا دي المحاضره الرابعه اللي احنا بناخد فيها ماكس صح؟ طيب مش خبره قوي، فكل اللي انا بحاول اعمله ان انا بحاول اعمل ميكس ما بين الشرح أيوة. وما بين خبرتي اللي هي 23 سنه اللي انا هدي لك فيها الشغل، وفي نفس الوقت انا بوفر عليك مجهود ان حد يزنقك في بعض وانت لوحدك. لا اقصد معايا ولا ايوه لا اقصد، لان انت في النهايه هيبقى معاكي حته ارض ولك ابنيها اؤمر يعني، ده انت هيبقى ديزاين عندي كمان بعد كده الافكار. مش عارف انا وريت لكم قبل كده اللي هي الاساينمنت اللي احنا هناخدها ولا لا؟ لا. طيب بص بس الكلام ده ايوه الفيلا الزرقاء. لا يا ريت يا ريت تيجي على الفيلا الزرقاء. بص الاساينمنت كفايه كده. لا ما هو اصل المصلحه لازم هي دي تبقى عندي. بص تامر حسن موجود او مش موجود، او حد من زمالك موجود او مش موجود، انت لازم يبقى مخك وايدك هي بس دي الوحيده اللي بتحرك. لا يعني انت ما تدينقيش لحد فيما بعد. يعني مثلا انا التاسك مجرد ما احنا ناخد موضوع 2 دي المره الجايه ده الهوم ورك او ده الشغل اللي احنا هنشتغله. حد شايف؟ لا ما حدش يسكت، افتكر النت قطع. اه تمام شايفين. لا افتحوا المايك. تمام انا عايز بص انا عايز زيطه حواليا، مش مهم بقى المايكس والكلام ده كله. هو ده سكوت المفاجاه بس. طيب بص لا ولا مفاجاه ولا حاجه، تفتكري انا ممكن اديك حاجه من دولت من غير ما انا اكون شارحها؟ تفتكري حاجه ده؟ لا اكيد مش لا. طب تفتكري حد حاجه اديكي حاجه زي كده والناس مش هتطلعها على الجروب لو انت هتصنعها وانتوا شايفينها؟ قلب عندكم في الجروب؟ نعم. محدش قلب في الجروب وشاف الصور بتاعت الناس؟ اه شفنا. في مستوى تحت شويه في واحد بيكسل، وفي مستوى كويس قوي في واحد قاعد لها، وهكذا من حيث مستوى المؤثر، من حيث مستوى اللايت، من حيث شط الكاميرا، من حيث شط القرد حتى. المهم ان انت تبقى قائمه بنفسك بدون ما تحتاجي لاي حد. ده المادة الأساسي، فاهماني؟ أيوه. احنا هنعمل زي ده؟ لا ده تاسك يا فندم من ضمن التاسكات اللي أنت تاخديها، أنت ما دخلتيش على الجروب واتفرجتي على شغل الناس؟ لا اتفرجت بس كان عندي سؤال، احنا هنعمل يعني هنعرف نعمل الكلام ده؟ يا فندم يعني هي المجموعة التانية أحسن منكم في إيه؟ بس أنا مش طالب منكم غير اجتهاداً فقط، لا أصلاً. أنتوا معايا يا جماعة ولا فين؟ تمام. بصوا هو عندي احنا ده التاسك المرة الجاية؟ لا. واحدة واحدة مش احنا اتفقنا يا باشا واحدة واحدة؟ ما ده اللي هنسأل عليه. انتوا اتخضيتوا عشان كده؟ طب حلو المرة دي. طب تاخدوا سؤال وبلاش الفيلا الزرقاء دي. هي فين الفيلا الزرقاء؟ ما شفتش حاجة. ابعتها لكم على الواتساب اهي. ولا تزعلي هو انا عندي اسمك ايه طيب الأول؟ يا هندسة. نسيت ولا ايه؟ هذه الفيلا هتشافها؟ اه حد حاسس او شايف في حاجه صعبه؟ حد شايف الشكل التغطيه من فوق ما خدناهوش في بدايه الايديت مش لما جينا اتكلمنا؟ اه خدناه. طيب ايه تاني؟ انا عايزك تطلعي لي فتفوته منها، مش عارف بدري هنا جه واختفى ليه راح فين؟ عايزك تطلعي لي فتفوته منها تقولي في كذا. انا هنا يا باشمهندس. طيب قول لي بس لو في حاجه قول لي، لو انت شايف في حاجه صعبه.
اي مكان. ممكن نيجي عند الباب كده. ده طب باشمهندس ده لا انا حت... ده قول لا ايه ولا حاجه. طب الباب ناحيه ثانيه، مفيش باب ناحيه ثانيه. باشمهندس ده هو انا بعمل ازاي يعني مثلا الخماسي ده او السداسي ده؟ ايوه ده ماشي. انا عملته في الفيلا اللي فاتت كان سوليد. لا هقول ما بص، انا يهمني بقى سؤال زي ده. يعني سؤال اسم حضرتك ايه؟ ياسمين. طيب ياسمين، سؤال ياسمين ده بالمحاضره بتاعتي كلها، يعني اهم من محاضرتي انا كلها. الفيدباك بتاعك انت وانت بتفكري ده اهم من الشغل. يعني انا ياسمين لو انا جيت كده اهو وجيت قلت له لو سمحت روح اعمل لي هنا اهو تيوب، مش هعمل سلندر، انا بوفر، انا ممكن اجيب سلندر اهو زي ما انت عملتي كده. في حاجه ياسمين اقول له مثلا ايوه عملت كده، السايد بتاعك كان 6 واشيل السموس او 6 اهو. ايوه طب في عندك بديل احسن؟ ايه هو البديل ده؟ البديل ده هو عباره عن تيوب اهو. الله ده مجوف منه فيه واخلي عدد اضلاعه 6 اهي واشيل السموس بتاعي. ايه رايك ياسمين؟ تمام حلو. انا بقى مهمتي ان انا اوضح لك الفيدباك بتاعك ده. وصلت؟ طيب. ما حدش سالني يعني في الشباك. كنت لسه هسال فيه. يعني الشباك ده شكله غريب. طب احنا هنعمله ازاي؟ تمبلت؟ مش تمبلت. لكن ما حدش فكر يجيب مثلا، احنا خدنا البلان اللي هو ده صح؟ احنا خدنا يا بدر هاجي عندك، خدنا امر لاتس واشيل الجوينتس. طبعا الكلام ده البدائي، ده الكلام ده بتاع كي جي 1 اللي هو قبل الشغل بتاع البلانات بتاع الكاد. وهاجي هنا كده من فوق. طب انت بتعذبنا ليه؟ الكلام ده في منتهى الاهميه، ما هوش حشو منهج. خلاص؟ حاجه هنا اهو كده واروح جاي عامل سلندر في السنتر بوينت كده. دخلته بردك زيرو. اهو. ايوه ثم مش احنا خدنا فلايت يا جماعه؟ ايوه ادينا لاتس اهي ال ون وشيل جوين. طب مش زيه. طب بص كده، لو انت رحت زودت هنا الكاب سيجمنتس فقط، بص وقللت السايدز من هنا. معايا يا جماعه اللي فين؟ ايوه برضك دي طريقه كي جي 1، ما هياش طريقه شغل صح. خلاص. طيب تعالى تاني هات الفيل. ايه تاني؟ الوول نفسها اللي هي خلاص بقى. انسي بقى موضوع وول، انت عندك بوكسات بقى. ايه بس انا عايز اعرف الستريبس دي بتتعمل ان الحيطه تبقى بالشكل بتاع ايه الشكل ده؟ زجزاج كده عليها. ما احنا عملناها من شويه. ما انا كنت دخلت متاخر. طيب بس مش احنا خلاص اتفقنا ما نعملهاش كده، نعملها حيطه عاديه ولا لازم برضه اعملها؟ انا هقولها في الاخر. يعني بص احنا مش هنعملها كده، احنا عايزين، انا عايزه حيطه عاديه بس. لكن لو انا جيت عملتها زي اللي هو الصوره اللي هي بتاعت الفيلا الحمراء، انا هاجي كده اروح جاي عامل هنا شكل مثلا بوكس، واجي هنا اروح جاي مكرره كده. شايفه؟ اوكي تمام. ثم لازم خلي بالك في فرق ما بين جروب وما بين يونيون. جروب ما ينفعش، ينفع اعمله ان جروب، يونيون مش هينفع. خلاص؟ فانا هعمل كومباوند بروبوليان ستارت وهاخد هنا يونيون اهو. وهاجي هنا سيلكت باي نيم وهاجي اقول له لو سمحت اختار لي كل اللي عندي. من هاجي هنا كده شفت، وهو واخد من اول واحد لحد اخر واحد كده عشان يسمحك ان انت تروحي تطرحي منها. اجيب مثلا شكل اوبجكت اهو واطرحه، امسك القص. طب هو ايه الفرق بين الجروب بروبوليان ستارت وهاخد هنا سبتراكشن واروح طالع كده، هيقبل منك ان هو يفك. ايه الفرق ما بين ان جروب ويونيون؟ جروب اقدر افكها بان جروب. مش فاهم. مش انت عندك احيانا في مجموعه كتب؟ انت سنه كام كليه؟ مين؟ انا في ثالثه فنون تطبيقيه قسم ديكور. طيب انت فنانه يعني. لو انت عندك الكتب بتاعت السنه اللي فاتت عايزه تركنيها، مش انت بتجيبي حبل او دبار وتربطيهم في بعض وتركنيها؟ صح ولا مش صح؟ صح. طيب افرضي حد من زمانك احتاجه مش بيقطع الحبل ده عشان يقرا فيهم؟ ايه الفرق ان انت تجيبي الكتب وتربطيها بحبل، او تجيبيها وتجيبي عليها غيره؟ انت طبعا عارفه الغيره. وتحطيها وتروح لازقه كل الكتب بغيره، او تطلقي عليهم كيلو غيره، ايه الفرق؟ لو دلقت عليهم غيره مش هعرف افتح ولا كتاب. بس شكرا. هي نفس القصه اللي هو الجروب وان جروب هي الدبار، والغيره ده اللي هو امر بروبوليان اللي هو ما ينفعش يتفك.
وصلت؟ تمام شكرا. طيب كان في حاجه تانية كنت بقولها اللي هي موضوع الماتيريال اللي مش عارف انت شفتيها ولا لا، اللي هي موضوع الدبدوب اللي كان موجود. اه شفتها. هنستبدل بقى موضوع الشرشره ده بالماتيريال عشان اخفف كتله. طيب هو انا ممكن اعملها بالسيجمنت؟ ممكن بس هتخنقك. ونقربها من بعض قوي زي ما كنا بنعمل في البرجوله. عندك حاجه في منتهى الاهميه دايما وانت شغال، عارفه انت رقم 7 عندك في الكيبورد؟ اه بيبين لي عدد السيجمنت. يعني انت في مصيبه عامه. طب انا هوريكي حاجه، في مصيبه واحد عملها لي ده كان المسجد. بص هوريكي يعني الصوره بتاعت المسجد اهي، ده برضك ده هتاخدوه ده في المحاضره الثانيه بتاعت 2 دي اللي هو ده، هتشايفه؟ لا انهي اللي هو ده. اه ايوه شايفين الشاشه عندي وشايفين ماكس وشايفين شايفين صوره مسجد. طيب اه شفناها دلوقتي. عمل ايه بقى؟ هو اديته من التاسك ده بس هو خد زيرو. بص ليه بقى زيرو؟ هقول ما حدش يسكت عشان ما افتكرش النت قطع. لا احنا موجودين. لا موجودين. بصي هتلاقي فيه هو عامله لي. انت ملاحظه بص بياخد وقت عبال ما بيفتح شويه، شايفه ده؟ هو كده كده واخد فيه زيرو. اه معايا؟ ليه زيرو؟ واولا انا اول حاجه بعملها بدوس على رقم 7. بص انت عندك كام؟ كام؟ لسه ما ظهرش عندنا. 255000. اه يا نهار اسود، ايه ده؟ مفيش لاندسكيب. اه مفيش ولا لايت ولا كاميرا. اه مفيش عندك من جوه انتيريال ولا ماتيريال. اه ولا هو هيعمل ايه؟ يعني لما يجي في مشروع تخرجه ويجي يلطم تاني يوم الصبح. فاهماني؟ مع ان الولد عامله أيوه. حلو بصراحه، مش فاكر ولد او بنت، بس انا فاكره ان هو كان في ستاك زيرو. بص بص كده كده بص بص كده. اه هو طبعا عندي هنك كده خلاص. بصي باشمهندس في دوشه او اوكي تمام. حد واخد باله اللي حصل؟ خلاص هو كده خلاص. هنك لا تنجي اللي حصل؟ هنك طبعا كميه الفيرتكس اللي هو حاططها من قبل ما يخلص الكتله بتاعته رهيبه. فاهماني؟ طب ما هو المكان كبير اصلا يعني. ما حلو انا معاكي بس انت استفيدي. لقيت بقى لما جيت انا فصصت كده كان في حاجات هو ممكن يستغلها بشكل افضل، زي ما انا كل شويه باكد عليكم يا جماعه خلي بالكم موضوع السيجمنت، خلي بالكم يا جماعه موضوع السيجمنت. ما حدش يزود سيجمنت الا في مكان ما هو محتاج، هو ده المطلوب. مش ان انت ترمي سيجمنت وخلاص، فاهماني اقصد ايه؟ ايوه تمام. فهي دي الفكره، تاخدي بالك من كل جزئيه انت بتشتغلي فيها عشان ما تحصلش عندي مشكله. وهنرجع نلطم، انت عندك بكره تاني يوم تسليم، لا ما ينفعش، او حتى عميل هيجي يدفع فلوس ويمشي. تمام؟ لان انت خلي بالك شغلنا اللي هيجي ويمشي من عندك مش هيجي لك تاني. وصلت؟ تمام. طيب انا عايزكم بس قبل ما الماكس يفتح عندي تاني تقولي لي الفيلا الصوره اللي انا بعتها لكم على الواتساب دي تتعمل ايه المشكله فيها برضه؟ احنا كل ده لسه ما زلنا بنتناقش يعني. هو انا عايز اسال سؤال. هو في اوبشن في الماكس زي الراينو كده سكيل ريفرنس؟ سكيل ايه؟ ريفرنس ان انا يكون يعني عندي ريفرنس. لا ده انت ده انا هقول لك مفاجاه كمان بقى. يعني مفاجاه المفاجآت. طبعا هو راينو اصلا حاجه حلوه جدا بالنسبه اللي هي الموديلنج اللي هو فيه كيرفات اكتر من 3 دي ماكس. في حاجات اللي هي تخص مثلا المجوهرات مثلا، فاهماني؟ حاجات في برودكتس معينه الراينو رهيب فيه بتتعمل بالماكس. طبعا الماكس ده الكبير بتاعها، بس طبعا كميه التولز والاوامر اللي موجوده فيه كتير. معايا؟ استني هعمل شير اهو. خدي بالك؟ فانت بتقولي على سكيل ريفرنس. انا معايا ده اوبجكت، الاوبجكت ده مقاسه كام؟ تعالي نعمل مثلا واحد مقاسه 20 سم اهو. حد فاكر المقاسات كويس؟ اه مش الا بدر هو اللي شاف بس. لا تمام. طيب لو انا جيت هنا بامر سكيل وجيت يا بدر خليت دي كده 50%
وده طبيعي حقك صغر ولا مصغرش. هو معلق ده؟ ده معلقش ولا حاجة. أنا بقولك صغر ولا مصغرش؟ صغر. رؤية عين صغر ولا مصغرش؟ آه. طب بص كده مقاسه، مقاسه كام؟ 20 الله ده نفس المقاس صح؟ اه يعني معنى كده انت عندك امر سكيل من فوق بتصغلك رؤية عين فقط مش مقاس. مش مقاس كتلة. طيب هو ده مش السكيل العادي؟ ده السكيل العادي اه بتاعنا اهو. اهو ده بيصغر رؤية بس؟ اهي بص ادي 50% اهي صغر ولا ما صغرش؟ حجمه قد ايه؟ 20 برضه. يبقى كده دي المفاجاه اللي كنت بقول عليها الباشمهندسه اللي هو كانت بتسالني على سكيل ريفرنس. يبقى انت عندك سكيل اللي فوق بتغلك رؤيه. لا معلش انا عايز الاوتو كاد، انا عايزه مثلا 0.5 يبقى هو النص. شايف انت عندك ان اهو شكل السيستمز في الاخر اللي هي دي شكل المفتاح ده اليوتيلتيز الموجوده في الاخر. هتلاقي في عندك هنا اهو جوه مور، هتلاقي من ضمن الاختيارات هنا عندك فيها هتلاقي عندك امر اسمه ريسكيل وورد يونت. فين هو؟ اهو هتشايفه؟ ايه اللي حصل يعني مش فاهم؟ جاب لك امر هنا دي حاجه زي السكريبت كده اللي هي البرمجه يعني. ادي ريسكيل عايزه السين كله ولا السكيل ولا السلكشن هو اللي يقل؟ لا سلكشن مثلا حاجه اقول له هنا 0.5 انا عايزه النص. اوكي بص كده في موديفاي بقى كام؟ انتوا معايا ولا فين؟ ايوه يعني الامر ده انا ما كنتش هقوله دلوقتي بس عشان هي ساعدتني فيه، يعني ده لسه ميعاده ما جاش بس هي عشان ساعدتني فيه. فانا اقصد ان انت في عندك في حاجات مش موجوده بس انت مضطره تعمليها جماليا. اتفقنا؟ تمام. دي حاجه. نرجع تاني لصاحبتنا الفيلا بدر. طيب ايه تاني؟ الشباك اللي فوق ده اللي هو المدور ده؟ دايرة اللي في النص دي. ايه دايرة في النص؟ اللي هو اللي هي الدايرة اللي هي في النص دي زي في ده او سومين. هو دي مش دايرة، هي نفس الشكل بس مصغرة. اوكي تمام. ايه تاني؟ انا بتكلم احنا بنفكر كان احنا قاعدين كلنا في البيت بعد المحاضره. طب ثواني اللي موجوده مش اللي في القطع الطبقيه تمام. طيب اللي تحت الحليه اللي فوق دي اللي هي لو حضرتك عملت عليهم زوم. لا مش دي. لا تحت اللي هم ايوه دول. ايوه الشكل بتاع الشكل فوق ده اللي هو واخد كيرف مش هو ده؟ ايوه لحد ما احنا خدنا هو عباره عن شامفر بوكس ومعمول له بن. السكشن ده لسه هناخده المره الجايه في ال2 دي. ما هو انا كنت بتكلم على السكشن ده اللي هي الحته القطعه اللي من جوه دي. ده سكشن. طب باشمهندس قول هو اللي هو السل اللي هو اللي هي القاعده ديت اللي تحت اللي هو نفس الحته اللي ريم كانت بتتكلم عليها. اوكي اللي هي رصه الستيرز ديت اللي هي رصه ال الريلينج. الريلينج ديت الهاندريل. الهاندريل ازاي ممكن يبقى بوكس؟ هو انا بلاقي الصعوبه بتاعه قليل بوكس ولا بلان او بلين ممكن بس انا جه في بالي بوكس زي ما بنعمله مع الشباك. بصي لا بس البوكس مش هيديك. طب ما هو بلين ده ملوش تكنس مش هيديني ايه؟ احنا ساعات بنخلي ستيكنس بتاع البوكس زيرو او واحد بيبقى قليل قوي. طب ما هو ده ملوش ستيكنس بس لما تيجي تعمله لاتس هو هيسيب لك دي اهي. ايوه لما تيجي تدودي السايد هتبقى شبهها بالظبط اهي. وانت وعدد الايه شكله كان عامل ازاي؟ ممكن ارجع للبلان تاني واروح جاي مقلل. ايوه تمام. ده بقى اللي انا عايزه يبتدي ان هو يتحرك في راسك. امتى اجيب انهي امر؟ يلا ايه كمان؟ انا بتكلم يا باشمهندس على رصه الحاجات اللي في الهاندريل ديت.
بس انا شفت سكيل هو شفت مو قصدي اللي هو بكررهم انا بكررهم عادي هو في طريقه مثلا يعني ساعات بيتوهوا مني طبعا. لا يعني لما باجي اسحب حاجه مثلا على الاكس او على الواي لو انا عامله اللي هي المغناطيس ديت سناب ما بلاقهوش بيمشي على الاكس مستقيم ليه؟ بروح مضطريه شايلاها عشان يمشي ما على حسب نوع السناب يعني انت جيت هنا بالسناب جيت خدت جريد بوينتس وفيرتكس وجيت رحت انا جاي عامل هنا اهو كده بدر رحت انا عامل بوكس وجاي هنا بامر مو جيت خدت هنا مع السناب جريد بوينتس وفيرتكس هي وهاجي اقول له هنا شفت لو سمحت اهي اهي كده واروح واخد هنا لا انا قصدي كان من غير السناب كنت لما بدوس على سهم الاكس دوت بص طيب السناب حتى عمل ايه بص في السناب نزل تحت اخضر بص في السناب نزل ازاي في الفرونت تحت ازاي فين الفرونت اهي طب ايوه اعمل ايه يعني ساعتها بقى انت عندك اري بصي انت جايه كده من الفرونت تروح انت واخدها يعني انت اقصد ان انت تستقرب المكان او حتى الاري ماشي ايوه طبعا في التو دي احسن ان احنا هناخد حاجه اسمها باس واكرر عليه اوبجكت وهكذا ده المره الجايه ماشي ايه تاني بس انت انا عندي مشكله في التيوب دي اللي هي دي مال انا عايزه اللي هي تبقى نص بس لما باجي اعمل سلايس فهو لو خليتها مثلا اعملها ايه بقى هقول لك وانت هتعملها هتجيبي كتله وتطرحيها منها يعني ايه الكلام ده اللي هو يعني ادي تيوب اللي هو بولين ايوه بروبولين لا بروبولين مش بولين بص اهي كده وقطع عليها كده وهي عددها اعتقد كان 8 او 6 يمكن خلاص واشيل السموثين بتاعها اهي واجيب هنا بوكس وحضرتك هتروح دي جايبه هنا ادي بوكس اهو اروح طالع بيه كده اهم حاجه ان البوكس يكون معديه عشان تقدري تمسكي الكتل واجي هنا كومباوند بروبولين اهي ستارت وروح واخد دي اصل في الولز ما كانش بيرضى كان بيقطع لي ايوه كان بيقطع في نص الحيطه بس ما بيقطعهاليش كلها لا مش فاهم يعني ايه ما بيقطعليش كلها يعني كان بيقطع الحيطه كده الانترسكشن بتاع التيوب في الحيطه بيقطع الحيطه مش بيقطع التيوب انا طلعت لي كده برضو كانه عمل خرم في الحيطه كده ايوه ما احتفلنا ان الولا عندك فيها مشكله هنستخدمها كسور بس ايوه ما نعرفش اعملها برضو الكلام ده المشكله برضك هتلاقيها في ال اكستنشن وسي اكستنشن تيجي تطرحي منه ما تيجي مختفي يعني التمبلتس الجاهزه دي بلاش طب احنا دلوقتي لما نيجي نرسم الحيطان كده هنرسم بوال ولا نرسم ببوكس ونفرغه بوكس بقى خلاص بتيوب بوكس لو ده عندي بالظبط انا طب باشمهندس الاديشن اللي لونها جراي او بيضه دي برضو بوكسز وكده يعني واحده ولا ايه ليه اللي هما برضو على التيوب مثلا كورنر دي بيدي الكورنر بيدي بوكس لا مش بوكس عادي وانت تعذب ليه نفسك في بوكس ما انت هتلاقي الزوايا دي موجوده عندك اهي اهي ها ماشي جاهز اوكي نوقع دماغنا ليه نستفيد منها بقى بدل ما هي موجوده كده زي الليت معايا ولا فين تمام تمام ايه تاني انا عايزك تفصصوه هو ايه الشارب ادجز او اللي زي ليه اللي في العمود دي اللي هي زي الشراشيب دي كده شارب ادجز موجوده في ايوه لا الشراشيب دي احنا لسه كنا قايلين دلوقتي اللي هي كانت عباره عن بوكس وهناخدها ماتيريال في الاخر بوكس مكرر بزاويه 45 بس احنا هناخدها كماتيريال في الاخر ما حدش يتكلم في السقف الهرمي ده احنا ممكن نعمله برضو بالال شيب بس نرسمه في السقف الهرمي ده هنعمل الاف اف دي ونمسك الفيرتكس دي بقى لا اف اف دي ما فيهاش فيرتكس قصدي الايديت مش أيوة ادي الشكل اهو وعايز ازودي فيه سيجمنتس الارتفاع اهي واجي هنا موديفاي واروح جاي بدري اروح جاي اعمله هنا ايديت مش واجي هنا فيرتكس اروح واخد البوينتس اللي هي حتى كانها برواز حوالين الشكل لو عايزه تعمليه او مش عايزه كده اهو وممكن اخد ده كده واروح جاي هنا بسكيل اهو او ممكن امسك البوينت دي فقط زي ما هي طالعه عندك مثلا
واجري دي كده الرابعه. باشمهندس هو انا يعني لما ببقى عايزه مثلا احرك الحاجات دي بميجرمنت معينه يعني طبعا. برقم معين ما هو انت كليك يمين على موف ودي احنا خدناها اهي فاكره ولا ايه نسيتي صح؟ ايوه بس ما ينفعش من تحت من الاكس واي زد اللي تحت براحتك هي هي بس دي شوفيها دي الابسولوت ولا الاوبشن لا يعني عايزه وانا بحرك اروح كاتبه رقم زي الكاد مثلا ما هو امسكي ده كده اهو وعايز اضمهم كلهم لبعض عايزه تحت ولا فوق اي حاجه براحتك تختارين عشان هنتحاسب على كده ها. تحت اهو ادي امر سكيل انا خدته وانا ماسك البوينتس اهي عايزه دي استنى ما الشاشه الزوم تختفي اجي هنا خليها هنا اوف ده اهي واجي اخلي دي كده زيرو وصل اوكي وصل يا جماعه كده وصلت تمام عشان هدبسكم طب تاخد الزيتون انا بقى اقولها لكم بدل ما تغلبوا شويه ماشي اهو مش معنى دي بتتكلموا على طول يعني وتردوا عليا جبتوا لي اللوز يعني طب حد سامعني طيب ايوه اه انا لما كلمت يعني كلوك سكتوا ماشي بص لو انا جيت هنا اهو في بلين زي ده كده اللي هو وادي البن فرضا ان انا عايز اعمل شباك من ضمن الشبابيك يعني. خلاص ده كل ده شباك لا شباك حجمه اصغر يعني. خلاص واجي هنا من موديفاي والطبيعي ان انا هطلب امر اسمه ايه لاتس بص المصيبه اللي حصلت ايوه عمل لي كده ليه قللت الريديوس خالص دايما دايما ما انت لما كل شويه في كل شباكه تقلل الريديوس دايما يا جماعه لما تروحوا تجيبوا اي ملفات خارجيه من بره ما تشتغلوش عليه يعني لو ايوه بس هو عمل معايا كده وانا شغاله ما جبتش حاجه من بره ماشي ما لسه بقول لك هو مين اللي اداك ده ما دام بره الفايل الفيلا دي اشتغلت على نفس فايل الفيلا لا انا فاتحه نيو فايل عادي عمره والله ما معاكي كده والله عامل معاك طب بص اهو ما ادي نيو فايل اهو هو ادي نفس الشكل اهو اهو وهصغره كمان اهو اكتر من كده واجي هنا من موديفاي واجي هنا ال وان طب ايه الفرق انا مش فاهم الفرق ان الفيلا انا حطيتها لكم سكيلها صغير قوي عشان تقع في نفس المشكله يعني الفيلا اهي شايفها طب قبل ما اشتغل وانا لقيت السكيل عندي قهوه ان انا اروح اكبر دي احسن ما كل حاجه اروح اصغر سكيلها يعني اجري دي كده واجي اقول له لو سمحت خلي دي سكيلها كبره لي كذا حد شايف انا حطيت كام صفر؟ يا نهار ابيض كل ده يا دوب يا دوب ليه اشمعنى يعني انا مش فاهم عشان انت لما تيجي هنا كده وتروح انت جايب نفس الاثنين هو على نفس مقاس قيمه الشباك بص لما تيجي تطلب لاتس اهو يا دود هتشايف والله طلع صغير تقدر انت بقى هنا تيجي تكبريه ايوه ايوه لكن المصيبه اللي انا كده زودت تقريبا زودت صفر وانا بصغرها وانا بكبرها يعني هنا دي كده اهي تعالى نشيل من هنا صفر يا نهار ابيض دي كام كده دي ست اصفار صح؟ وانا ممكن اكون غيرت اليونت عن كل مره كنت بشتغل بيها بصي لما تيجي هنا وكده وحاجه اقول له اهو واجي الشباك واجي هنا من موديفاي والا وانت يا دوب يعني شايفها؟ هتشيل الجوينتس وهكذا مش احنا خدنا زي نقيس؟ نقيس ايه؟ اي كتلة لا ما اظنش بص انت عندك هنا ادي كتلة اهي اهم حاجة تكون شغالة انت السناب هاخد فيرتكس مش المقاسات بتاعتها بتبقى باينة من تحت من عند القفل؟ ده حقيقي بس افرضي ان انت كنت جامعة وطارحة من الوجه شباك او كذا وعايزة تقيسي الفرق يعني انا جيت عملت تمام وخدت دي كده هتيجي تمسكيها في موديفاير تلاقيها فاضيه صح؟ اه طيب عايز اقيس بقى طول الضلع هعمل ايه؟
اهم حاجه الاسناب. هتلاقي في عندك هنا مقيمه تولز، عندك هنا امر اسمه ايه ميجر ديستنس، وتعالي دوس وان كليك على الضلع ثم دوس وان كليك على الضلع الثاني، هتطلع معايا كام 201 145. هتشايفه هو مكتوب فين؟ ادور عليه. انا مستني، انا ممكن اقول لك اه تحت خالص. ايوه على الشمال اللي هو لونه ازرق. حلو لقيتي؟ تمام. اه اه لقيته. طيب معني انت الوحيده اللي بلغي وبتتكلمي بس، يعني معلش انا شفت دي خلاص. طب بس انا عندي مشكله، لما حضرتك هتيجي هنا وتاخدي تاني من قائمه تولز ميجر ديستنس هي. اوكي تمام. حضرتك هتيجي تاخدي دي كده مثلا، اه دي 180. هي الاولانيه كان كام؟ لا مش فاكر. 201. لا 201 ايه لسه كاننا احنا مش فاكرين. فاللي انا اخده دايمنشنز كده في الاوتوكاد بيجيب لك الدايمنشن ويفضل ثابت قدامك صح؟ دي بتجيب لك مره واحده فقط صح؟ هو الصوت قطع؟ لا ما قطعش. لا ما قطعش. بقول لك انت ده هنا بتجيب لك الميجر ديستنس، بتجيب لك حاجه واحده فقط. لما تيجي تعملي حاجه ثانيه، انتوا معايا يا جماعه ولا فين؟ ايوه ايوه موجودين. اه لما تيجي تاخدي قياس ثاني بتضيع لك الاولانيه. طب في بديل؟ اه انت دلوقتي في عندك هنا اهو في مثلث موجود هنا صح؟ اسمه ايه؟ هيلبرز. في عندك هنا وظيفه تحت هنا اسمها ايه؟ تيب. وجيتي عندك هنا وظيفه اسمها ايه؟ سناب. وهتيجي تدوس وان كليك وتشاوري على النقطه الثانيه. قال لك مقاسها كام؟ تمام 201. حلو. بس خدي بالك لو انت رحتي عملتي واحد ثاني اهو عايز اقيس الضلع الثاني، جاب لك مقاسه كام؟ 155 وما جابش الاولاني. حلو. تعالي بقى هنا اهو امسكي الاولاني وتعالي خش على موديفاي، اي حاجه هتمسكيها هيفضل موجود عندك اهو. شايفاه؟ تمام. حد معايا؟ طيب ايوه ايوه موجودين. طيب والتيب ده ينفع افضل سايباه ولا ابقى؟ طبعا طبعا. وممكن تعملي له هايد وان هايد كمان. تمام. وصلت؟ وصلت. شكرا جدا. ده انا شكرا ليك على الاسئله الحلوه دي. وليك عند درجتين كمان. اسمك ايه؟ انا ريم. بس ريم علاء. ما بعتليش الشغل انت يا ريم صح؟ انا هبعته النهارده علشان بس النت عندي ضعيف شويه. طب عشان عايز ابعت الفايل كله. اراجع الاخطاء واقول للناس في كذا او اقول لك انت في كذا كذا عدلي. حاضر. عشان دي تعتبر قرايتي بالنسبه للمحاضره. هل اتفهمت؟ اه. تمام. كده احنا فرمنا الفيلا؟ اه تمام. تمام. تاخد مننا كام ثانيه؟ ثانيه؟ لا مش الدرجه دي. ساعه. تاخد. عايز اسال سؤال اخير. قولي براحتك. ليه اخير دي؟ هو بس انا عايزه افهم بس هي الفيلا دورين ويعني الروف. في حاجه في الروف انا مش فاهماها. قول. طيب يعني حضرتك الجزء اللي هو فيه اللي هو فيه بتاع عامله زي المثلث اللي طالع فوق دي، ده ماشي ستريت لحد اخر الفيلا وبعدين مركبين فوقيه دور تاني. مش فاهمه الحته دي. ده قصدك على الحته دي؟ ولا كله فلات مثلا والحته بس يعني اليمين والشمال هي اللي طالعه؟ هو مش كله فلات. انت اصلا اصل الدوم او اصل شكل الهرم بتاع اللي هو الدور الاولاني اهي، ده اللي احنا عملناه من شويه صح؟ وجيت انا هنا من موديفاي وجيت هنا قلت له هنا اديت ماش اهي، وجيت انا خدنا الفيرتكس. واخد الفيرتكس وراح اعمل كده ايا كان شكلها بقى. خد بالك اهو، وجيت هروح جاي مقرب مثلا امسك مجموعه بوينتس كده اشوف شكل الدوم من فوق عامله ازاي وابتدي ان انا ايه اقعد اظبطها. حلو. اكيد الناس بتوع الدور اللي فوق مش هيقعدوا على شكل الهرم ده صح؟ اما اكيد. هتروح انت عامله ايه؟ هتروح انت جايبه كتله ثانيه بقيمه المساحه اللي اتحط فيها الدور الثاني بدءا منها اهي كده، وتروح انت فرحه الاثنين من بعض بقيمه ازاي؟ تمسكي ده كده هاجي هنا كومباوند توبولين ستارت واروح. وصلت؟ تمام جدع. ايه تاني؟ هو الاسايمنت مش لازم يكون نفس المقاس بتاع فايل حضرتك صح؟ صوتك بعيد شويه. بقول مش لازم يكون نفس المقاسات بتاع فايل حضرتك بالشكل. لا مش نفس المقاسات. ماشي. يعني المقاسات هتبدا بقى من المره الجايه. انا وريتكم اللي هي الفلل والبلانات والكلام ده صح؟ لا ايه؟ لسه موريكو ولسه موريكو بشمهندسه الشغل اللي انتوا بتعملوه.
على عند حضرتك بتاعت الطلبه التانيين لا او بتاعت اللي هي الاسايم بقيه الاسايم اللي انت هتشتغلوها في الكورس اللي هي الفيلا اللي هي الصعبه ديت تروح تضربوا فته تاني ولا ايه لا ايوه شفناها اللي هي اللي كانت الاوض الصعبه مش صعبه ولا حاجه وفي حاجات كمان في بلانات هخليكوا ترسموها لي كاد وهتدخلوها لي على الماكس تمام خدت بالك بس بردك التارجت الاساسي ان انت تعمل حاجه شكلها حلو من مخيلتك يعني مقاس كذا ما طلعش على مزاجك تعدله انتوا معايا ولا فين طيب انا في هديه أيوة. في هديه ثانيه عايز اديها لكم بصراحه تاخدوا هديه ولا زيتونه ولا استوى زيتونه تعبتوا شويه هم تعبوا خلاص طيب بص تاخد قد ايه دي انا ابيض الصحراء دي طب انتوا شايفين حاجه ولا النت قطع الصوت كان راح بس هو شايفين تاخد قد ايه دي الله ايه صعب دي خلي بالكم الكتل دي انت مش هتروح ترسموها الكتل دي هتجيبوها مش دي تبقى بلوكس بننزلها ايوه حد يعرف ازاي بنزل بلوك حد مش عارف لا انا مش عارفه اقول تعالي هنا على النت وتعالي اكتبي له هنا انت شايفاني صح اكتب له هنا كده free 3D max models هتظهر قدامك حاجات كتير قوي ما فيش صفحات معينه انت ممكن تخش عليها يعني لكن في انت بتعملي سيرش وبتلاقيها نفسك في في كاتيجوري زي ما انت عايز والله ده انا عايز الصوفه الفلانيه عايز مش عارف ايه عايز دي مثلا في كاتيجوريز هنا على جنب من اول لامبز وعندك النجف وكراسي وحاجات كتير دي الله هو ده بينزل لي صور لا ده ما بينزلش صور طب ما بينزل ايه بينزل بلوك خلي بالك اللي قدامك ده رقم واحد من كام ايه؟ 150 وفي نيكست تعال نجيب ال 150 دي كده حد يختار لي اي حاجه نزلت ممكن الشير ثاني واحد فيه ده اهو داونلود اهو واصبر عليه شويه عشان ينزل عندك هنا اهو شايف؟ اهو حطه من هنا حطه على الديسكتوب او نحطه في فولدر عشان الدنيا ما تبقاش زحمه يعني عشان نشوف هو اتفك ازاي اهو حاجه هنا افكه اكستراكت اكستراكت اتفك في نفس المكان اهو شايفه بينزل لك هو والماتيريال بتاعته ايه ده نزل ايه ده 3 دي اس خدي ممكن تعملي فايل امبورت او تعملي له دراج ايه ده الكرسي كده من غير ماتيريال اهو عايز تركيبي له طبعا ماتيريال بتاعت التركيب هو ده يا جماعه ينفع اعدل فيه طبعا تجربي طبعا ممكن امسك كده واشوف انجروب هتنفع ولا لا ده هو مفكوك طب انا لو جيت خدت مثلا شالته دي كده الله هتشايف حاجه ما اتشالتش كلها اهي دي امسكي دي كده مش عايز دي انا عايز دي دي كده حتى واحده طب هو انا ينفع العب فيها بايدي مش براحتي حد معايا ولا فين؟ ايه تمام ينفع العب فيها ب اف اف دي زي ما تحب يعني اقصد انت عندك امكانيه كمان تعدلي في الحاجه اللي فيها يبقى انت الصوره نفسها يعني مش كل البيسز بتاعت الفرنتشر احنا نبقى عملناها يعني في حاجات كتير قوي انت ديكور ولا عماره؟ ديكور لا كل حاجه تعمليها مش شغلي ايوه انا عارفه ما انا علشان كده بقول بس في حاجات يعني طبعا. يعني ستيل في بلوكس اللي هو الحاجات طبعا. لو انا مش حاجه انا عامله لها ديزاين او حاجه هي موجوده تحبوا تاخدوا مكتبه يا ريت يا دي مش هناخدها في اخر الكورس ما هو على حسب بقى الاتفاق اللي هيعمل شغل حلو هياخد المكتبه دي حوالي 100 جيجا مثلا يعني ممكن اللي انت تحلمي بيه واللي ما تحلميش بيه ايه ده الله انا عايزاها شايف
لا ده ده بي دي اف واحد من مجموعة بي دي افات. شايفة؟ عايز اسرقهم. شايفة؟ ما انت خلي بالك انت مش شطار ان انت تعملي كل الاكسسوارز وتطلع على روحك. انت شوفي ايه شغلتك انت تحديدا تصنعيها بالمقاسات والدايمنشنز والباقي تجيبيه. فاهماني؟ ما هو ده قصدي مش كل حاجة ببقى انا عامله لها ديزاين، يعني في حاجات بتبقى كده كده موجودة اوريدي يعني. ف انت عايز الكلام ده؟ يا ريت. ده الكلام ده من الصور كتير بقى يعني حاجات. ايوه عايزينه ده، ده عايزينه. لا نتفق بقى زينه قوي علي. بص الشوط ده يتسلم لي بكره والفيلا تسلمني بعد بكره في ميعاد الكورس دي. انا عايزها بحذافيرها يعني. انت لو جيت شفت كده من جوه في عندك هنا اهو في اربع حاجات بيشربوا فيهم قهوه اعتقد، وفي عندك هنا شمعه، وفي حته مش عارف ايه مفرش هنا، وفي كوره. انا عايز نفس التفاصيل دي. دول ديت والفيلا هيتسلم المره الجايه؟ لا دي بكره. طب ما نخليها بعد الويك اند عشان يبقى في عندنا وقت. بعد ليه؟ يعني بعد الويك اند مثلا. طيب طيب ثواني بس انتوا قدها وقدود. انا احنا الفرنيتشر دي، احنا البيس بتاعت الفرنيتشر دي، طب احنا هنعملها ولا دي هنجيبها زي ما حضرتك؟ هجيبيها. طيب بس اهم حاجه تجيب التفاصيل وتعمليها زي ما انت شايفاها. طيب موديلنج بس احلى من الشاندل واللايتنج عشان احنا. طب والماتيريالز؟ انا عايز موديلنج طبعا فقط. طيب واللايتنج يونتس اللي فوق دي برضو موجوده از يونتس موجوده ولا هعملها؟ بص يا من الاخر انا عايز اقفل موضوع 3 دي خالص، هتبقى احس ما خلصناهوش، بس انا عايز اقفل المرحله دي عشان عايز ابدا ال 2 دي المره الجايه. هل انا كده انتقل عليكم؟ طيب طب احنا نحاول يعني. احنا يعني نجرب. طيب. وانت بتجربي اهم يعني احط في اعتبارك دي نمره واحد اهم من التجربه اللي انت هتيجي معايا؟ ايه الكتله دي اهم من اللي انت وانت بتجربي اهم حاجه ورقه الاسئله اللي انت هتساليني فيه. تمام تمام ماشي اتفقنا. انت كده يعني اليونتس اللايتنج يونتس اللي هي المربعات اللي تحت دي احنا هنحط لايتنج بجد ولا لا؟ لا لا انت هتحط يونت بس لا لا اكثر يعني. بص انت عندك هنا اول لامبس قد ايه؟ بس كتير. شايفه؟ كل ده فري؟ كل ده فري. دي غير المكتبه بتاعتي. تمام ماشي. فاللي انا اقصده دلوقتي ان كل الاكسسوارز اللي انت محتاجاها في الشوط بتاعك تجيب. اتفقنا؟ اوكي اتفقنا. في حد فيهم حاجه؟ طب حد حاسس ان الدنيا تقيله او فيها مشكله؟ او انا بتقل عليكم في حاجه طيب؟ لا وانا حاسه ان الدنيا بتوضح اكتر. ولسه ده في التو دي هتلاقيها موضوع تمام. فانا الصوره هبعتها لكم على الواتساب دلوقتي، خدت بالكم؟ والفيديو هرفعه لكم كالعاده يعني مع بعضنا، بس هو هيبقى فيه ملفين. هو طيب ممكن حضرتك ترفع لنا الشوت ده ملف ولا ده هترفعه لنا صوره؟ الواحد الشوت اللي هو اللي احنا هنعمله بكره. ايوه ايوه هبعته لكم صوره. لا ما عنديش ملف بتاعه. تمام خدت بالك؟ هبعته لكم حالا بعد ما اقفل الواتساب، وهو اللينك قبل ما يترفع على ال على الطبع. ماشي ماشي خلاص اتفقنا. يلا معلش تقلت عليكم.